في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها طلبة البحرين، فاز طالبان من المدارس الحكومية بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 23 عن فئة الطالب المتميز. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بالمشاركة السنوية في هذه الجائزة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العديد من المجالات، ومنها المجال التعليمي، وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات أخوية متميزة، منوها بأهمية الدور الذي تطلع به هذه الجائزة في تحفيز المتميزين من مدارس ومعلمين وطلبة في ميدان التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزير للطالبين الفائزين بالجائزة، حيث هنأهما بهذا الإنجاز المشرف وأشاد بالجهود التي بذلاها لنيل هذه الجائزة التربوية المهمة. الحمد لله حصلت على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتفوق الدراسي. في البداية أوجه كل الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم وبالأخص سعادة الوزير، بالإضافة أيضا إلى مركز رعاية الطلبة الموهوبين على دعمهم الدائم والمتواصل للطلاب منذ المرحلة الابتدائية. فعلى سبيل المثال شاركت في المركز في الصف السادس الابتدائي، والحمد لله لحد هذه اللحظة وأنا مع المركز، يعني مثلا شاركت في أكثر من جانب، نفس الإلقاء والخطابة، نفس الرسم والتصميم الإلكتروني. بالنسبة للجائزة، الجائزة شملت أو ركزت على أكثر من جانب، فمثلا بالنسبة أول جانب التفوق الدراسي، والنسبة للجانب الثاني جانب تنمية المواهب والهوايات، نفس ما ذكرت مثلا أنشأت قناة على اليوتيوب أشرح فيها شروحات أو دورات للطلاب، بالإضافة أيضا إلى تصميم دورات على مواقع شهيرة نفس موقع يوديمي على الإنترنت، وأيضا بدأت بتنمية المواهب والهوايات. وأحب أهدي فوزي لمملكة البحرين، وإن شاء الله نمثل المملكة خير تمثيل على مستوى المحافل المحلية والدولية. مشروعي كان في الجائزة هو توعية المجتمع المحلي بقضية أهداف التنمية المستدامة، فدفت فيها عدة مشاريع في المدرسة، ومنها مشروع حديقة التنمية المستدامة واللي حظى بزيارة من لجنة اليونسكو بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن خلال جائحة كورونا وظفت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هاي القضية، وأيضا تم اختياري جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كمتحدث لتوعية الشباب للمشاركة في هاي الجائزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضية.